إيه مركا عفوا مركا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كليب كان نجاكر قوي مركا نبي حولي أموره وحقك الميستان أم حاجوين كينك اتمان صابت النبي أوشي وحيت عليه الصلاة والسلام نعمك السوحي ليذا هاي محسود وقف حزي ليذا مركا نولاش هذا حديثا لهين السر يوحكو قرصورا نول الميستي نولاش هذا حديثا لهين السر عقت هذا نور المتالو صمالة وحيكم عم هذا وحيتر هذا يأركي وحقدم بيسو يقرياي علي هذا هذا المركز يأركي تر هذا مركز دم وحا لعدو ذا تر هذا ورحال يقريو إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحو كل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون مركز هذا وحا أباهن هاي هدان هاي بلشدة أما شعوبة المسلمين تعدان هاي وحان أباها أن هاي نولشي لإن يقول سنة قرآن كريم كإسنة النبي عليه الصلاة والسلام نكون على أنه ثاني الشيء قضب كاللبات وقف كان إن لا أسيبي إلا حاسد نما يقول عذي لقو أكر وحاي تهي وحا سورة قل أه قف كاس أما قبض ناس إش أي أسيبتي إلهي إنو كتصه منام هرده ايكو عرقتو ماشا لغسو غاري يودبك ماشا كسو راع على صمالة واحد يتراد دقو واقف على مبال لغسو راع انا متى غانير هذا إلهي بان لغي يابا إنو كو كشفو أو كتسو ومنام إلهي هرده ايكو كتسيو لباتدا اكو هايستو يو حل كذي إلهي إنو هرده ايكو كتسو يداود هذا سيد النبي أن يقول عليه صلوات ربي وسلامه عليه سيد أكتي النبي وال السحري نبي نبي وال السحري أصول النبي عجيسين بإلهي سبحانه وتعالى وحو أصول ديري لبن ملك لبن ملك ميت كميدا وحو فريستي مضحا كان كان وحو فريستي لغح كان مضحا حضي وحو الله هذا ميت كلغح فري وحو يري ورقفك معها وقل عي مركز كان لوه فدي وحيري وطبيب طبيب معنا وحلو ذا قف كان قف أنا حنون سوى معنا وسحرية معنا عربي قف ك لغة عربي قبضنا وحي قف عند هذا التفاؤل أياد قف عنده مرك وحيري قف كان وطبيب مركز يا طبيبي قف يهودي معيس والشيء مركا والنبي قال كاس على قصر رعي قف كاس يهودي قال كل وحى إن شاء الله بابك السحر كمركا تقنوا الدلاء يدمه بس في عود الساقينا إن شاء الله مركا نبي قال مرك إلهي وحو كتسي حنونك هي داود إذا نبي وحو كهلي هردو إلهي وكتسي مركا وحى لقيا ما أدري إنه إلهي داود هذا هردو وكتس مركز هذا كو أركتي وإلهي هركز كو كشفي مركا مركو مركو ليه هي قف كان محاو كل عيوة دبيب مركو ملك الوهفة دي أولية هي تفاؤل مع رواح ونقسيم عربي وحارك يسي قف عموله الله استعماله بصير بصير لعل الله إلا إن إنه يسوع عليه مرك أنا جم إيش أنك رح نقف كان وعريان قف كان وراه ولا أيه قف كان وأساس ما إيش أنك رح نو مرك تفاؤل كأياف يعني تفاؤل كل لغة عربية يعربتها نجوا ناقصين تصال أهان مرك عنك واحد لا يهوي إذا عربته واحد الله يهديك لكن هبرت سوامر واحد الذي بلاه كود عاد مركاسه وحال غيا ما إلا سمد أي فرنته إلى أن أقاض عنك بلاه كود عاد وقاتب لجا استاجو مال لجا استاجو لواي أيضا يدرس كي أمد وأقابط كنا خلا مركو على سيد دعية مركا دتك والله بوه سوى صح تحسق أكل عدتك والله بو بنو أدك والله بوه كون واسدة تحسق أكل كون واسدة شنيد أكل تحسق محور هذه وحي حمبر هذه وحي خبيثة وحي قرب وكدوريها شنذن وحي راديسا وح أدقون وحي راديسا وح معان وحي راديسا أبح مركا هدي سيدي تحسق الكدوري وحي لا حمانتها سيدي تحسق أكل أنا قنيسة
haddii wixii fiican aad ka dawareegtana sida shinnida oo kale baa noqonaysaa. Marka sidaas marka waa lagu gartaa astaanta labaad oo lagu fahmi karo qofka isha asiibtay in ilaahay daawada uu ku tuso manaam waa lagu ogaan karaa. Marka qofka markuu nool yahay baa laga faa'iidaystaa. Anaga haddaan reer Soomaali, qofka markuu nool yahay lama arko, lagama faa'iidaysana culimmada. Laakiin markuu dhinto baa qofkun la ammaani. Haddii qofka waaba dhintay, maxay uun ammaan kuu tiri? Waaba tagay qofkaas. Sababka saddexaad, qofkan in la asiibay oo lagu fahmi karo waxay tahay, ama aan ku fahmi karno, haddii qofkii ishiisa ay ku dhacdo uu arko qofkan wuu naxaya, wuxuu dareemayaa qofkan cabsi, wuxuu dareemayaa qofkan diiq, cariiri buu dareemayaa. Macnaha qofka wax curiyey ama ilaystay ama cayuumay si loo yaqaan, hadday ay meel isugu yimaadaan ama is arkaan ama iskor yimaadaan, ama qofka markuu ka soo baxaba qofka ishu ku dhacday, qofka ishiis kel gaartay markuu arko, wuxuu dareemayaa cabsi, wuxuu dareemayaa walwal, wuxuu dareemayaa walbahaar, wuxuu dareemayaa cariiri iyo diiq, inuu diiqado qofka cariiri. Taas culimmadu waxay leeyihiin waa astaanta saddexaad oo lagu garta wa. Waxaan ogaanaysaa qofka soo cabsi dareemaya inay ku dhacday macnaheeda ma ah. Sababta la qofka markuu gabadh uu jeclaado ama gabadha wiilka ay jeclaato ishqi iyo xubbigaa la yidhaahdaa oo isjeclaadaan, ama gabadha jeceylkeeda wiilkan uma bandhigo karto waa ka cabsanaysaa, ama wiilkii gabadha uma bandhigo karo gabadhu ka baqayaa, markay ka tagto ama labada markuu mid tagana caadi wa, kaasi waa cabsi caadi, waa dabiici wa, ma aha mid cabsi uu ku timaaday il banu aadan ay ku timaaday macnaha ma ahan. Arrinka afaraad lagu ogaan karo qofkan in il ay asiibtay, la curiyey, la cayuumay, arrinka afaraad tusaayo ama lagu ogaan karo waxay tahay gabadha ama wiilka in loo geeyo qof ilaahay ka baqaayo, ilaahay ku xiran, oo qur-aankana yaqaano inuu ku tufo. Tuftaasi waa lagu ogaan karaa qofkan wuxuu qabo. Hadduu sixiran yahay waa lagu ogaan karaa, haddii xasi tahay waa la ogaan karaa, hadday cayn tahay waa la ogaan karaa. Waa qof ilaahay ka baqayo. Markaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala qiraa'adaas la akhrinayo iyo qur-aankaas iyo tufidiisa iyo tawasulkiisa iyo ducadaas ilaahay lagu baryayo baa ilaahay laga yaaba inuu ka dhawaajo ay hadlaan. Haddii hadli waayana ay ka cararaan. Mar qaarkood marka akhrinaysa aayadaha sixirka oo kale, qofka hadduu yahay masxuur muu dulqaadan karo? Ma dhegaysi karo gubanaya? Haddii la soo gaaro aayadaha xasadka, qofkii xaasidnimo iyo il xasad ay ku dhacday muu dulqaadan karo? Qofka caynta asiibtana waa lamid aayadaha cish marka la soo gaaro ma adkaysi karo? Jismigiisa waxaa ku jira ma ogolaanaya, dhegaystaa ma ogolaanayaan, oo gubanaya qof. Marka qof ilaahay ka baqayo, qur-aankana yaqaano, ilaahayna ku xiran, in macnaha loo geeyo oo qur-aanka uu ku akhriyo, taasi waa lagu ogaan karaa. Dhaqan waxaa jiro aan rabo inaan kusoo gunaanado oo Soomaalidu caado u tahay, oo ay yiraahdaan caamada qofkii ku ilaysta waa la daqraa ama waa laga nixiyaa. Arrintaas dhibaato weyn ba kaaga imaanayso, sababta alaadi meel laga raacay ma garanayso. Qofka haddaad daqartid ama qofkaan ka nixisid, haddii dhibaato intaas ka weyn oo dagaala ka yimaada ka war, marka arrinkaasi waa qalad. Sida caamada ay ku dhaqmaan ma ficno, waana arrinkaasi waa khada, lama ogolo. Maxay nabiga ilaahay wuxuu leeyahay, ilaahay wuxuu yiri subxaanahu watacaala, idfac billatii hiya axsan, wanaagga qofaa ku xumeeyey, ku dulmiyey, ama ficil ha noqoto ama qool ha noqoto, idfac billatii hiya axsan, midda xun oo lagugu sameeyey waxaad ku bedelaysaa
مد وناكسن نبغى نوت المامي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها حماتها وحارة عينه يسوى ناك وناك وحو ترى يا وح على وح حمانا مركا تاسوا مركا و أيضا مركا ساسا لو سميا مركا سدا سدا مركا لسكاد دفاعه جنيغا يو سحركا يو إشيا يو حاسد نمدا إن شاء الله هدي له إدمه مرة أيضا بابك لك إن شاء الله هذه هذا وما سنتهين موضوع ما أنت سوكوك بي هاي وحي أنصحني إله بكم مع السن وحي أنقرض بين نفس ذلك آذين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.